المشروع ما دارت اولا كيفاش جا نتيجه اننا كنفتحوا الانترنت ما تنلقاوش بزاف ديال المعلومات المرتبطه بالثقافه في الحي المحمدي، وقلنا غنشتغلوا على هذه المدارات في ثلاثه الاجزاء. الجزء الاول عنده علاقه بالفن، الجزء الثاني عنده علاقه بالثقافه والفكر، والجزء الثالث عنده علاقه بالرياضه، باش يمكن هاد الصور اللي كنخدموا في الورشه التشكيليه يدخلوا للانترنت، وهكا كنمشيو مأمنين اننا ثبتنا ثقافه في الحي المحمدي داخل الانترنت. الغايه من هاد الشيء هذا هو الوفاء للمجال الثقافي في الحي المحمدي، وثانيا احتفال ب 50 سنه من إشعاع الثقافة داخل الحي المحمدي في شتى المجالات منها الفنية والثقافية والرياضية. هي أولا هي سابقة، ثانيا هي اعتراف، وثقافة الاعتراف تتعدد، وهذه الجداريات تؤتت لتاريخ مستقبلي، أي أننا نرسل الرسالة اليوم لتصل الغد إلى جيل الغد الذين سيعرفون من هم هؤلاء، من هم هؤلاء الذين أتتوا فضاء الحي المحمدي. أي أن الحي المحمدي الولود أخرج مجموعة من المبدعين والسياسيين والرياديين والفنيين، ولكن مع اندثار السنين ستمحوها القلم، أو سيمحوها قلم التاريخ. أنا أؤكد على كلمة أنها توثق لأحداث لم يشهدها هذا الجيل اللي واخد زمام الأمور، لأن الجيل ديالنا راه بدا كيشيخ وبدا، ولكن بحال الا كنتكلموا على شي حاجه ديال الاطلال او كنبكيو شي حاجه ما فهمهاش هاد السيد، ولكن ملي كيشوفها يا انا ذاك يحق له ان يفتخر ويقول انا ابن الحي المحمدي وانا صبط او حفيد فلان او مفتاح او المنياري او تقدا او الغيوان او او او. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.